قلت لكم قبل الفاصل محمد الصايغ عنده كل الكواليس، كل الحكايه بتاعت محمد صلاح واصابته وسفره الى انجلترا للعلاج. محمد اتفضل بقى انت تحكي لنا الحكايه من اولها لاخرها. قبل ما احكي لك بس صلاح ثواني. قبل ما احكي لك صلاح اضيف بس حاجه بسيطه جدا في قصه محمد الشناوي. محمد الشناوي بنسبه كبيره مستواه مع قصدي مصيره مع النادي الاهلي في الموسم ده انت. محمد الشناوي اقل مده هيغيبها 4 شهور تمام، واللاعب بيبلغ بكده هيخضع لفحوصات طبيه في المانيا، ولكن الموسم ده مع الشناوي في النادي الاهلي صعب يكون موجود فيه نهائيا. هنبدا من موسم بص هقول لك حاجه، انا مايل ليك شويه رغم ان انا عمرو البصفي وعمرو اكيد جاي من الطبيب، دي معلومه طبيه. انا فاهم، انا عارف الطبيب، بس تعالوا نتكلم بالتحليل. يعني ادام سافر لالمانيا تبقى الموضوع مطول، صعب. لو ما كانش سافر المانيا ورجع هنا مصر كان يعني هيبقى فيها وعليها، لكن ادام سافر المانيا يبقى خلاص في قرار واضح بعمليه. يعني في الموسم ده هيبقى صعب جدا فكره الشناوي ان هو طبعا. نرجع بقى لقصه صلاح.